السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس اسلام همام من قناة ستيودنت جايد. هنشرح النهاردة المحاضرة الستة في الـ NLP، وهي عن الـ probabilistic models of pronunciation and spelling. طبعا اول حاجة في المحاضرة دي هي الـ minimum edit distance. طيب الـ minimum edit distance هو بيعرفنا اقل مسافة ما بين اي كلمتين موجودين، عشان اغير الكلمة دي الاولانية اللي هي السورس للكلمة التانية اللي هي التارجت. بصوا كده معايا، ماشي، تعالوا مع بعض هنخش على الجدول على طول اللي بنعمل بيه الموضوع ده. تمام، ده طبعا الطريقة البرمجية بتاعتها، ده السيدو كود ممكن نشتغل بيه. انا طبعا دايما السورس بيبقى في العمود والتارجت بيبقى في الصف، سواء بقى كان الصف انا بدأته الصف تحت كده ولا فوق مفيش مشكلة، المهم ان التارجت دايما بيبقى في الصف. والاسئلة دي بتيجي منها في الامتحان دايما، تقريبا السؤال ده جالنا في الامتحان او السؤال بتاع درايف حاجة زي كده، انا مش عارف، مش فاكر بالظبط، لان انا بشرح دلوقتي بعد مشروع التخرج وبيومين تقريبا، فكده انا بقالي حوالي شهر ممتحن يعني. فتعالوا مع بعض، بس انا مش حابب يعني ان انا ايه اضيع حاجه زي كده ما دام كنت فاهم ان انا اشرحها لكم، فتعالوا مع بعض ايه نشوف الموضوع ده. بصوا كده معايا، دايما لما بنتقل من صف لصف ده بيبقى ديليت، لما بتنقل من عمود لعمود ده انسرشن، وطبعا السبستيتيوشن ده دايما بيبقى دياجونال. انا ليه بقول من صف لصف ومن عمود لعمود؟ عشان ممكن تلاقي هنا التارجت بقى تحت عادي، ما دام بتنقل من صف لصف كده اهو لفوق برده ده ديليت، مش لازم تحت او فوق بقى، المهم من صف لصف. وهنا الانسرشن هيبقى برضو من عمود لعمود. طيب احنا المفروض بنحل حاجة زي دي ازاي؟ احنا بنجيب التلاتة الانسرشن والديليشن والسبستيتيوشن بتاع كل خانة من دول، وبنختار اقل واحدة فيهم اللي هي المينيمم بتاعتهم، وبنخلينا لغاية ما نوصل لاخر خانة خالص نشوف احنا جالنا كام، وهي دي تبقى الديستنس او تبقى المينيمم ديستنس. طيب بصوا كده معايا، هنرجع تاني للموضوع ده، ولكن تعالوا اشرحها لكم بشكل مفصل على الصوره دي. احنا عندنا مثلا رايت، عاوزين نحولها لرايت، ده التارجت وده السورس، ماشي. طبعا انا عشان اجيب خانه زي دي عايز اعرف اجيبها ازاي. بصوا كده معايا، اول حاجه هو بيبقى مديني في المعطيات الديليشن بكام والسبستيتيوشن بكام والانسرشن بكام. هو هنا معتبر ان كله بيبقى ان substitution باتنين والديليشن والانسيرشن بواحد. عرفت ازاي؟ اهو عرفت من الكلام ده، هقول لكم ازاي دلوقتي. بصوا كده معايا، من ليفت تو رايت قلت لكم ده يبقى انسيرشن من عمود لعمود، ومن صف لصف هيبقى ديليشن، وطبعا الدياجونال ده substitution. فتعالوا احنا نشوف الخانه دي هنجيبها ازاي بناء على الارقام اللي عندنا دي. احنا عندنا الار، بصوا كده، وار الخانه ديت هي تقاطع الار مع الار، فكده مفيش سبستيتيوشن، دي من اولها كده مفيش تبديل لان هي نفسها. تمام، فكده ان هدي السبستيتيوشن عندي مع انه هو مديني في المعطيات السبستيتيوشن باتنين، انا هدي له صفر لان مفيش سبستيتيوشن. لكن الديليشن والانسيرشن دايما بحط حتى لو هما متشابهين. تمام، فاحنا هنعمل الديليشن دلوقتي، هنقول واحد بلس واحد هيبقى باتنين، وهنا واحد ده الانسيرشن بلس واحد كمان لان المعطيات بتقول ان ايه اهو بلس واحد يبقى اتنين برضه، وصفر بلس صفر بصفر، المينيمم ما بينهم هو ايه؟ هو الصفر، يبقى الخانة دي هتبقى صفر. تمام، الخانة دي هتبقى ايه؟ صفر. طيب تعالوا نعتبر الخانة دي صفر، عايزين نجيب الخانة دي. الديليشن طبعا ار رايحة تبقى اي في سبستيتيوشن، اوكي، والسبستيتيوشن من المعطيات ان هو باتنين، فتعالوا نشوف الديليشن 2 بلس 1 لان الديليشن من المعطيات ان هو بواحد، ف2 بلس 1 ب3، والانسرشن هنا 0 بلس 1 بواحد، يبقى معانا 3 ومعانا 1. طيب الدياجونال بقى هي سبستيتيوشن 1 بلس 2 ب3، يبقى انا هنا عندي 1 اللي جاي من هنا، وعندي 3 وعندي 3، 1 و3 و3 يبقى انا هختار الواحد. تمام، اللي هو
الواحد، صفر واحد يعني، يبقى الخانة دي هتبقى بواحد. فتعالوا في سؤال زي ده بيقول لي أنا عاوز أحول سبارك لبارك. طبعا سبارك هنا السورس والبارك هي التارجت، التارجت بيبقى في الصف والتاني السورس بيبقى في العمود. بيبقى في خانة زيادة في الاتنين لازم تحطها في الأول، تمام؟ هي القانون مكتوب كده ان بلس واحد وام بلس واحد، فسيبك من القانون، المهم يعني بيقول لك ان هيبقى في خانه زياده، دي الطريقه بالظبط يعني. فانت هتحط خانه زياده هنا وخانه زياده هنا، وبتبدا من الخانه اللي بعدها، وتبدا من اول هنا بواحد وتوصل لاخر خانه اللي هي رقمها، وبتبدا هنا برضو بواحد وتوصل لاخر خانه اللي هي رقمها، وتحط هنا زيرو، تمام؟ ونبدا بقى نحل بنفس الطريقه دي. قلنا من عمود لعمود هيبقى insertion، ومن صف لصف deletion، والدياجونال ده عبارة عن substitution. طيب هو ايه اللي هنا اهو، ده deletion وده insertion وده substitution. طيب هو ايه اللي هنا مديني المفروض القيمة بتاع كل واحدة فيهم؟ اداني deletion بواحد والinsertion بواحد والsubstitution برضو بواحد. طيب تعالوا بقى نحل بقى على طول، نجيب الخانة دي، الاس هتبقى بي، السورس اهي هتبقى بي في التارجت. طيب خلاص يبقى هنا في سبستيتيوشن، طبعا في سبستيتيوشن وفي ديليشن وفي برضه انسرشن. فالديليشن هنا فالانسرشن هنا كده من عمود لعمود، يبقى واحد بلس واحد يبقى اتنين، والديليشن هيبقى واحد بلس واحد اتنين، والانسرشن والسبستيتيوشن هيبقى زيرو بلس واحد بواحد، المينيمم فيهم بواحد، يبقى الخانه دي هتبقى بواحد. طيب الخانه اللي بعدها اللي هي دي مثلا، تعالوا نشوف كده، ادي هنا ال A هتبقى ال B هتبقى A، ايوه لا هنا الخانة ديت، فهتبقى ال S هتبقى A، في substitution وفي deletion وفي insertion، التلاتة ينفعوا هنا لأن حروف مختلفة. لو حروف مش مختلفة يبقى substitution مش هينفع، لكن ال deletion وال insertion دايما بيتحطوا. فتعالوا نعمل ال insertion الأول، ال insertion عمود لعمود يبقى واحد بلس واحد باتنين، ال deletion اتنين بلس واحد بتلاتة، substitution واحد بلس واحد اتنين، يبقى انا عندي اتنين واتنين وتلاتة، المينيموم فيهم هي الاتنين، يبقى نحط الاتنين. طيب تعالوا نشوف الخانة ديت، اس هتبقى ار، فتعالوا نشوف الاس والار في التلاتة، طيب في insertion والديليشن والsubstitution، طيب الاتنين بلس واحد لان ده insertion عمود لعمود يبقى بتلاتة، والتلاتة بلس واحد باربعة لان ده deletion، والاتنين بلس واحد يبقى بتلاتة، يبقى عندي تلاتة وتلاتة وأربعة، المينيموم فيهم هي التلاتة. وهنا برضه هنعمل هكذا زي ما عملنا فيهم كلهم، وهنخلينا نملى كل الخانات لغاية ما نوصل عند آخر خانة دي، تمام؟ وكده نبقى احنا عرفنا المينيموم ايديد ديستانس. أرجو إن أنا أكون أفدتكم وشكرا ليكم، ولو في أي أسئلة اسألوها تحت في التعليقات، لو أنا ما ردتش ردوا على بعض. أظن يعني مفيش مشكلة إن لو واحد يكون فاهم حاجة يفهم التاني. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.